السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود. مين فينا صاحي من النوم وحاسس بألم شديد في ظهره رغم انك لسه صاحي من النوم وهتبدأ يومك؟ لو عايز تعرف الحل كمل الفيديو للآخر. ساعات بتصحى من النوم وتحس بألم في ظهرك، ده بيكون ناتج عن وضعية نوم خطأ او ان طريقة نومك خطأ. فالتمرين اللي هوريهولك ده هيحللك المشكلة دي. مش هياخد معاك 5 دقايق، والتمرين آمن جدا على الجسم وعلى الظهر. ازاي هتعمل التمرين ده؟ اول حاجة هتنام على الارض، بعد كده هترفع رجلك على الارض زاوية 90 درجة، بتستخدم ركبتك في انك ترفع وسطك على الارض، وبتمد دراعك. لو هتمد دراعك اليمين هيتجه للشمال بالطريقة دي. بتعد في التمرين ده بتثبت فيه 5 عدات، دي تعتبر مرة واحدة. بالمعنى تثبت 1 2 3 4 5 وترجع تاني، 1 2 3 4 5 وترجع للوضع الطبيعي. دي بتحسبها مرة. التمرين بيتكرر من 3 لـ4 مرات. لو هتكرر التمرين 3 مرات يبقى هتعمل التمرين ده 6 مرات. كل الفيديو انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك واللايك على القناة.